وضاعت. تبدا كريستيانو يمكن يسجل. سجل كريستيانو. كريستيانو يسجل الجول الاول للريال. كريستيانو ما سجل في 4 مباريات، يظهر الان في مباراته الثالثه في الليغا ويسجل الهدف الاول لمصلحه ريال مدريد. أتت الدقيقة 7 وظهر كريستيانو رونالدو. لكن لاحظ 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 قبل ذلك الكرة اللي مرت ووصلت إلى كريستيانو. كريستيانو يحطها حط في مرمى باول لوبيز مسجلا الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. لاحظ 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 أمامك الانطلاقة وأمامك كريستيانو رونالدو يزور مرمى فريق إسبانيول للمرة الأولى ويحتفل بالتالي مع كريستيانو. ممكن يسجل كريستيانو. كريستيانو يتقدم يسجل. كريستيانو نعم. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. ضربة جزاء حقيقية. سقط جارث بيل على أرضية الملعب. كريستيانو رونالدو يحط الكرة في نفس الزاوية اللي حط منها الجول الأول وسجل الجول الثاني مثل ما سجل الجول الأول، ولكن الفارق أن الجول الثاني يأتي أمامنا من ضربة جزاء. إذا صام على مدى 4 مباريات يفطر في برشلونة ويسجل في مرمى إسبانيول هدفين متتاليين وبات الهاتريك قريبا. يتقدم يحاول يرجعها الى جارث بيل. مارسيلو ماخذ له مكان. يتقدم جارث بيل. التحفظ. جول الهاتريك. الهاتريك لكريستيانو رونالدو. بسرعه 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 البرق كريستيانو رونالدو ياتي بالهدف الثالث. جارث بيل يتقدم. ما فيه شيء على الاطلاق. يتقدم كريستيانو اول مدافع. كريستيانو اول مدافع. هذا هو السؤال المطروح. لاحظ مره اخرى الكره اللي تحولت امام كريستيانو ويبدو ان كريستيانو رونالدو يسجل الهدف. حاولتين لاسبانيول. جارث بيل يقود هجوم للريال. جارث بيل يحولها لكريستيانو. كريستيانو جول. شي يسوي كريستيانو رونالدو اليوم؟ كريستيانو رونالدو شي اللي يعمله في المباراة اليوم؟ 3 أهداف هاتريك. يصنع الهدف الرابع وكريم بنزيما هدف في مرمى بيتيس. ولاحظ الآن البي بي سي بدأوا يشتغلون. بدأ البي بي سي تدفع. حرك واظهروا الثلاثي المزعج للريال. بيل كريستيانو كريم بنزيما. وفي الأخير اللقطة الأولى طبعا هنا من يا سلام يا سلام يا سلام للبي بي سي الثلاثي الذي ينشر